السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Nur Bastis binti Muhammad Syahir akan memperdengarkan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Anfal mulai ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي
صدق الله.